الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي أكس، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة الهبارية أسفرت عن سقوط 7 شهداء مسعفين من الجمعية الطبية الإسلامية، في دليل جديد وواضح على خرق إسرائيل لكل الاتفاقات والأعراف والمواثيق الدولية. وفي غزة والضفة الغربية لا يزال المشهد سوداويا مع سقوط المزيد من الشهداء وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها. على صعيد آخر، رحب التيار الوطني الحر بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن، وتمنى أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في غزة وأن تنسحب مفاعيل هذا القرار على لبنان الذي لا يزال عرضة لاعتداءات إسرائيلية. وبعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، دعا التيار المقاومة إلى القيام بكل ما يجب لتجنيب المدنيين في كل لبنان وتحديدا في قرى الجنوب والبقاع الحدودية خطر التعرض للقصف الإسرائيلي، مطالبا الجيش والمقاومة وقوات الطوارئ بإجراء كل ما يلزم لطمأنة الأهالي مع التفهم لحقهم في رفض أي استدراج للحرب. وإذ أكد التيار الوطني الحر استعداده الدائم للتشاور في الاستحقاق الرئاسي وتلبية أي حوار مفيد وهادف، دعا إلى الإسراع في إجراء العملية الانتخابية وهو واجب دستوري على رئيس المجلس النيابي وأعضائه، خصوصا في الظروف الحالية، لأن التمادي في الفراغ أصبح خطرا على وجود الدولة وعلى الوحدة الوطنية. كما ذكر التيار أنه ليس متفرجا إذا استمرار انتهاك الدستور على يد حكومة لا ميثاقية وناقصة الشرعية بما لذلك من انعكاسات خطيرة على مستقبل الشراكة بين اللبنانيين. التيار الوطني الحر رحب أيضا بالمشاورات الجارية في بكركي، آملا في صدور وثيقة وطنية للحفاظ على لبنان ورسالته ونموذجه وميثاقه وصيغته. عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة يرد على كلام النائب توني فرنجية ويعلق في حديث للأوتيفي على زيارة وفيق صفا إلى الإمارات. واضح اليوم أنه كل حدا بيوصل وحده ما معناتها الدولة اللبنانية هي اللي وصلت. نحن الهدف أنه الدولة اللبنانية توصل بأي معنى على الخليج، توصل لحتى ينفك هذا الحظر. اليوم إذا الحزب وصل على الإمارات ما معناتها وصل على الخليج. على كل حال حتى بقول لك إذا وصل بجلسة على الإمارات ما معناتها تكللت بالنجاح كل اللي بدهن إياه. أول شيء بعد ما تحقق شيء، وإذا تحقق على مستوى مطلب محدد ملف موقفي كمان ما معناتها برجع بقول الدولة اللبنانية هي اللي وصلت. إذا خايفين بيقول نائب توني فرنجية على هواجس أو حقوق المسيحيين بهالدولة، فيكم تروحوا وتشاركوا بجلسات الحكومة ومن هنيك تقدروا تأمنوا هذه الحقوق، لأنه وزرائنا بلسان نائب توني فرنجية قدروا وقفوا بند الخفراء الجمركيين. بدو يسمح لي النايب توني فرنجية انه مش وزرائهم اللي هن يعملوا، انا بعرف مين اللي اشتغلوا وكيف كنا على تواصل نحن وياهم من قبل بيوم لحتى وصلنا لهذا الموضوع. على كل حال غير وزارة بعرف انا مين وبعرف مع مين حكينا. قصدك الوزير وليد نصار اللي هو بجزء لي يعني يسمى عليكم؟ انا ما قصدت حدا ولا حاحكي مين، بس أنا بعرف التواصل اللي كان صار من قبل بيوم كامل نحن وياهن، ولحتى قدرنا ختمنا بالليل هيدي القصة الصيغة اللي بدهن يطلعوا يحكوا فيها، وطلعوا حكوا فيها اللي بدهن يحكوا. على كل حال بس نسقتوا يعني مع وزير من هذه الحكومة لحتى يعترض على بند الخفرة الجمركيين، هيدا اللي بفهمه منك؟ ايه انا نسقت. انت نسأت شخصيا؟ ايه؟ انا شخصيا، مشان هيك عم بقول لك انا بعرف شو اللي صار. ايه؟ بس انه ما اكيد منه شيء للحكي ولل طلب من الوزير جبران باسيل. لا بصفتك شخصيا لا ما طلب مني هذا الموضوع، ما طلب منك الوزير باسيل. وبعدك عم بتقلي تواصلت مع وزير او اثنين ما بعرف وقدروا وقفوا هذا البند من خلال مشاركته، فاذا هيدا المشاركه اساسيه للاعتراف من الداخل. التواصل صار كالتالي، انا عملت موقف قاسي على الاعلام. نعم. صار التواصل معي، حكيت موقفي بشكل مفصل أكتر وشرحت أكتر المخاطر بهذا الموضوع،
وعلى هالاساس كفت القصه، صارت مثل هيك بول دوناج بالتواصل، وهذا اللي صار. طيب وزير زياد مكاري سمعته باخر تصريح انه طيب طالما بتعتبروا هذه الحكومه غير شرعيه وحكومه مبتوره، ليش الوزير جبران باسيل بيبعت بنود مع الوزراء يلي مش عم بيشاركوا او مع بعض الوزراء لحتى نمرر لهم اياها في مجلس الوزراء؟ بتعرفي الوزير مكاري صديقنا من زمان. نعم. وانا بعزه وبحترمه وبفتكر كمان هو هيك، منو داعي هذا الحكي تما اقول اكثر من هيك. ما بتمرروا بنود؟ اكيد لا. اليوم اليوم ما في صيغه بعد مطروحه. أوكي. اليوم كلنا سوا عم نقول اذا ما في جلسه رئيس بدورات متتاليه مضطرين نعمل هذا الحوار الثنائي. الخماسيه كلها صارت بجو الخيار الثالث بتشرين الاول طرحوا هذا الموضوع، ولكن الخماسيه برجع باكد انا من شهرين وربع قلت انه هن مش موحدين على راي واحد، طلعوا تاني يوم جاوبوني احدهم، فانا بظن بعدهم بذات المطرح مش موحدين وما في عندهم طرح لا بالاسم ولا بالمقاربه. رايي لا. بدوره عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم يؤكد أن هناك نيات صادقة لدى المشاركين في اجتماعات بكركي، ويعلق أيضا عبر الأو تي في على غياب المرض عنها وعلى زيارة وفيق صفا إلى الإمارات. لا شك بأنه كافة الأطراف المشاركة حاليا على الطاولة عندها نيات صادقة وشايفة الوضع كيف، ومسؤولية تاريخية إنما تتقدم وما توصل لنتيجة جيدة. المرادة غايبة عن هذه الاجتماعات ومعتبرها إنه مثل كأن ما بتخدم المصلحة الوطنية. كان بالمفترض يقولوا هذا الكلام على الطاولة، ولكن نحن مش رح نزيد أحد لأنه هاي المسألة هالمسألة هي بإيد ربطة البطل. رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي في له تصريح لافت بيقول أنتوا والتيار تختلفوا على كل شيء وبتتفقوا فقط ضد سليمان فرنجي، هل تخافون من رئيس ممكن أنه ينجح؟ لا أبدا، اختلافات موجودة وبعد هلأ موجودة، نحن والتيار مش عم نتفق على سليمان فرنجي أبدا، ولا مطروحة بهالطريقة، ولا نحن هذا تفكيرنا. سليمان فرنجي ينتمي إلى خط سياسي، وهذا الخط السياسي هو نقيض الخط السياسي اللي أنا فيه. مثلا وحدة الساحات اليوم كيف بقاربها؟ كي عم بتهاجموا دائما كنتوا حزب الله، وإنه الدول الخليجية مسكرة علينا بسبب حزب الله، اليوم حزب الله في الإمارات العربية المتحدة. شو جبلنا؟ يقال إنه حيفرج عن الموقوفين الإمارات بعد الأعياد، هذا ما يقال. شو جبلنا نحن؟ أنا ما بيهمني مفاوضات إيرانية خليجية سعود إسرائيلية من وراء الباب، ما بتعني لي هذا الموضوع. أنا شو جبلي؟ يعني هاي المفاوضات شو جبلي؟ حيجيب لبنانيين كانوا موقوفين برا. لك ايه بس يا جمال، هيدي معركة لها علاقة بالمعركة المحاور في المنطقة، ما لها علاقة بمعركة بانتظام الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية. أحزاب المسيحية الأساسية باستثناء المرادة عليتوا صرخة لما شفتوا أنه الأمور ذاهبة إلى تفاوض مع حزب الله، وحزب الله حيفرض بالآخر شروطه، قد يكون منا أن يصل رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي إلى سدة الرئاسة، مشان هيك بلشنا نسمع أصوات. بالنهاية جوال بده ينتخب الرئيس ومجلس في مجلس النواب. عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحثت في بندين هامين على الصعيدين الصحي والاستشفائي، هما المستشفيات والاستشفاء ومدى توفر الخدمة المطلوبة وكيفية توزيع الاعتمادات التي تم إقرارها في موازنة 2024. والبند الثاني التي بحثته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان يتعلق بالأدوية المزمنة والمستعصية لناحية توفرها بعد إقرار الاعتمادات الخاصة بها في موازنة 2024. رحنا بمعايير وطنية علمية بتعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصلنا للحل التالي. اليوم بعد صدور المرسوم أخذنا وعد وتعهد من معالي الوزير أنه بالمستشفيات لنقول بمناطق معينة اللي كان سقفة بما يخص عمليات القلب، جراحة القلب، تمييل إلى آخره، هذا الموضوع اللي له علاقة اللي عمل هذا النقاش اليوم بالرأي العام، أن يكون هنالك على قد ما بيشتغلوا يعني سوف يكون هنالك تغطية، مش هيك معالي الوزير؟
في مستشفيات عم تعطي أكثر من غيرها، هيدي بمعزل عن وضع الجغرافي والمناطقي، طالما عم تأدي خدمة لمواطن بدها تاخد، بالتالي المفروض أنه المستشفيات الأخرى كمان تأدي نفس الخدمة وبوتيرة أفضل لحتى تقدر كمان تستفيد من هذا الحل يلي هلأ توصلنا له بما يتعلق بموازنة 2025 يكون عنوانها الصحة، يعني موازنة 2025 أولويتها الصحة، إن كان بالأدوية وإن كان بموضوع الاستشفاء حكومياً ومستشفيات خاصة. بهذا العنوان سوف أعمل كرئيس لجنة مال بالتعاون مع وزير الصحة، بالتعاون مع المستشفيات، بالتعاون مع أي جهة من وزارة المالية أيضاً اللي كانت حاضرة معنا اليوم، حتى نأمن موازنة يعني مقبولة أفضل من الموازنة حتى اللي أخذناها اليوم. بموضوع الأدوية كمان شرح الوزير أنه هنالك معايير معينة عم تعتمد، ولكن الدواء مأمن هلأ أو في إمكانية ليتأمن الدواء ضمن بروتوكول معين الوزارة وضعته، على أن تبدأ المناقصة بالنسبة للأدوية الجديدة اللي بدها تجي بدءا من أسبوع الجاي، شايك معي الوزير، وبالتالي في إمكانية من هلأ لعشرة أشهر 12 شهر أن أدوية السرطانية تكون إن شاء الله مأمنة. طلبنا من معالي الوزير أن تكون الآلية مثل ما وعدنا واضحة وشفافة وما يكون في ناس بسمنة وناس بزيت. وفي مجلس النواب أيضا جلسة للجنة الاقتصاد برئاسة النائب فريد البستاني ومشاركة رئيس لجنة الأشغال سجي عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النائب إبراهيم منيمنة لمناقشة تفعيل عمل هيئة إدارة السير والآليات والشركات لناحية رفض خزينة الدولة بالإيرادات. كلجنة نحن هون بأمور دولة، كل رسم أو مبلغ المواطن بده يدفعه لأي إدارة بالدولة بده يكون في وصل، هذا الوصل بثبت انه الاموال فاتت على خزينة الدولة، وغير هيك ما رح نقبل. فاليوم نحن كنا واضحين انه الاموال اللي رح تاخدوها من المواطن يا بتفوت على خزينة الدولة يا ما بتاخدوها، وغير طريقة نحن عم نحكي عن نافعة بدنا نحكي على عقارية بكرة، يمكن نحكي على غير دوائر الدولة، ما فينا نكون عنا طريقة بهالإدارة وغير إدارة، هيدي منا مزرعة. نحن يا أخوين بدنا نبني دولة عم نحارب الفساد، هيدي طريقة محاربة الفساد وغير هيك ما في. هلأ زميلي كان له الفرصة مبارح أنه يجتمع مع وزير الداخلية، أنا ما سنحت لي الفرصة مع عدة محاولات لأجتمع معه. باللجنة الاقتصاد نقاش النافعة كان كتير مهم لفهم وين التعثر اللي عم بيصيب هذا عم بيصير بهذا الملفق. نحن صرنا عارفين انه في جزء كتير من الموظفين هو تحت المساءلة القضائية، وبالتالي في مشكلة اليوم انه هذه الإدارة اصبحت فارغة وليس هناك موظفين يعني عارفين بهذا المرفق يداوموا بإدارة هذا المرفق العام. فنحن عندنا مشكلة اليوم انه في نقص كتير كبير بعدد الموظفين. قامت وزارة الداخلية بالطلب من قوى الأمن الداخلي بالمساعدة بهذا المحل، ومع الأسف مرة على مرة عم نحس في تعثر وإعادة تشكيل ونقل ضباط، وما زال الموضوع عم بيتعثر وما عم نوصل لنتيجة. فكان اليوم النقاش نفهم أكثر وين هذا التعثر، ويبدو حسب ما شفنا أنه في مشكلة الموظفين ومشكلة أنه المعاشات أو الرواتب اللي هي ما عم بتكفي للموظفين أنه يجوا ويداوموا بشكل كامل حتى يبلشوا يسروا أمور الناس. أول شغلة طلعنا فيها هيدي البدلات اللي كانت موضوعة أو تقديم اقتراح البدلات على الناس من 50 إلى 200 دولار وقفت. اليوم طلبنا وقفة نهائيا، وبعتقد مو مسموح لأي مواطن يدفع هاي المبالغ لا شركات خاصة ولا معارض سيارات ولا شيء أبدا، لأنه هيدي مانا قانونية وغير مقبول فيها. نقطة تانية، يجب إعادة الموظفين الأقل إداني، يعني يجب تصنيفهم والإسراع بالعودة بجزء اللي ما بيحمل ما في مسؤولية كبيرة، لأنه مطالعة مجلس خدمة المدنية وموضوع القانون ما بيسمح بإدانتهم قبل ما يطلع الأحكام، وخاصة عند تسيير مرفع عام لازم تصنيفهم وإعادة الأفضل بيناتهم بأسرع وقت ممكن، وتدعيمهم من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.
أو من الدفاع المدني بأسرع وقت ممكن. وهون عطى مهلة حوالي أسبوع رئيس للوزارة لحتى تثبت بها الموضوع. نقطة تانية والأساسية إلغاء المنصة. هذه المنصة اللي عم يندفع رشاوي عليها وعم يستعملوها السماسرة كمان هذه بيسوى إلغاءها بأسرع وقت ممكن. وبدل إعطائها بدل خدمات في حوافز قانونية في نعطى بدل نقل، وسبق وحكينا واجتمعنا مع الوزير أنه فيك تعطي حوافز قانونية وفق الأصول من الهيئة بدون ما تفوت بجيب رز وسكر. أصبحت النافعة مستودع للبيرسيل والجبنة والفواكه والخضرة. منو هيك البلد؟ ما بينبنى بلد هيك بهالأسلوب هيدا. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb أو عبر صفحات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي أكس، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إذا الله.